هاي ضربة قديمة وقت التحرير، فاستلمها مقاول اشتغل بها شوية وعافة ظلت، فالمقاول عافة وراح. هاي ولد المنطقة هنا فزعة وشوية وكملوه ومشوا هذا الشارع وصار، بس لا جت بلدية لا جاء أحد، وظل هذا الخيسة والماي والطسات يطلعون العالم لي غادي، هذا الرصيف ينترس كله يعبر لي غادي، فالعالم ما تقدر يعني أطفال ومدرسة، مدرستين هنا عندنا يمنا. والله معاناتنا من بعد التحرير زين، الضربات العسكرية والوقت عصابات داعش صار هذا الضرب، فأخذها مقاول اشتغل بيها فترة ماكو يمكن 5 أيام 6 أيام، حفر وكمل وخلى الإنقاذ ودراسه ومشى. واحنا هنا سنة هاي 2017 اشتغل بيها، اشتغل ماكو 10 أيام ماكو، ورجع هنا مباشرة. احنا تكاتفنا اهل المنطقة وكملناها لان صارت انقاذ مو طبيعية، حفرة وثانيا قام يطلع بيها قصب على القصب، وبعدين ردمناها وخليناها، وهذه وضعيتها. وهذه القسم البلدي من يوم التحرير لحد الان هاي الانقاذ مالنا. طالب دائرة البلدية بإزالة الانقاذ والسيارات المحروقة، وهاي الطاسة القصر اللي متحرر لحد الان، ولا حد جا ولا حد شافها، هاي عبور اطفال عبور السيارات، سيارات العالم كلها تضررت بواسطة هاي الطاسات. هاي الانقاذ من ورا التحرير لسه هي ما حد يجيها ولا حد يشيلها، وغادي جوهم بالفرع هسه اش تجي على الانقاذ من ورا التحرير لسه الانقاذ هي ما حد جا عليها، بس ناشد بتش تسوي شيلنا الانقاذ. احنا وين نتجه؟ نتجه الى الحكومه، ماكو غير الحكومه البلديه تجي تشيل هذا الانقاذ. كلاب سايبه بيه، اشكال تلقي بيه، يعني احنا ما نقدر نتحمل مسؤوليه هذا البيت، كل شيء يصير بيه هذا البيت. يعني ابسط مثال يجوز الناس تربي بيه شغلات، ابسط شيء هذه. فريت من الحكومه الموقره تلتفت لهي الشغله، يعني من سنين معقوله حكومه ما تقدر تجيب لها فد قلابتين وشفل وشيل هذا الانقاذ.